السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نخدم معكم واحد دريس خفيف، يعني دريس بالكروشيه خفيف، وهو نفس يعني دريس المتكي غير بطريقة أخرى. هاد الدريس هذا حاولت أنني نطبقه انطلاقا من الملاقية اللي كنت خدمت معكم مؤخرا، يعني طبقته وعجبني وقلت علاش ما نشاركوش معكم. لاحظوا، أول شيء غادي نحتاج طريف ديال التوب، غادي نحتاج أيضا كروشي رقم 0.6 ملمتر، وغادي نحتاج الحرير بروم على 5 شعرات او 4 شعرات على حسب الرغبة، ممكن نخدم حتى بالحرير الصبرة. لاحظوا، اول شيء غادي نعمل عقدة البداية، من بعد غادي ناخد طرف ديال التوب ديالي. لاحظوا مزيان، انا هنايا راني نبلته، غادي نحاول انني ندخل الكروشي ديالي في التوب في الحاشيه طبعا، من بعد غادي ندخل في هاد عقده البدايه، يعني غادي نحاول نثبت الحرير في التوب بهذا الشكل هذا. من بعد شنو غادي ندير؟ لاحظوا مزيان، من بعد غادي نحاول نخدم عمود، يعني غادي نخلي واحد المسافه ديال نصف سنتيم ونعمل عمود بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نرتفع بثلاث سلسلات، 1 2 3. لاحظوا، من بعد غادي نخدم 4 الأعمدة ورا هاد العمود هذا اللي خدمت، يعني المسافة من هنا لهنا خليت نصف سنتيم، أي 5 ملمتر. لاحظوا مزيان، من بعد غادي نجي تحت هاد العمود هذا، غادي نخدم العمود الأول، غادي نخرج غير في الحلقتين الأولين فقط، يعني غادي نحتفظ بالحلقة الأخيرة. نفس الشيء في العمود الثاني، ثم العمود الثالث، ثم العمود الرابع، يعني متنكملش العمود ديالي كامل بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نلوي الحرير على الكروشيه ونحاول نخرج في الحلقات الخمس اللي عندي. من بعد غادي نعمل سلسله بهذا الشكل هذا، يعني هنايا استعملت نفس الطريقه اللي كنت استعملت في اخر درس الملاقيه اللي خدمت معكم. غادي نخلي واحد المسافه ديال نصف سنتيم، اي 5 ملمتر، وغادي نخدم غرزه حشو نفس الشكل، يعني غادي نخدم نرتفع بثلاثة سلسلات، غادي نجي ورا هاد غرزة حشو. غادي تقول لي علاش ما خدمتيش عمود؟ ما خدمتش عمود لان ما بغيتش انا هاد الفراغ، غادي يجيني كبير بزاف، يعني عليها استعملت غرزة حشو. لاحظوا، غادي نجي ورا هاد غرزة حشو وغادي نخدم 4 الأعمدة ديالي عفوا بنفس الطريقة، اي ما تنخرجش العمود كامل. ثالث عمود، ثم رابع عمود بهذا الشكل هذا. غادي نلوي الحرير على الكروشي ونخرج في هاد الحلقات كاملين، من بعد نخدم سلسله بهذا الشكل. كما العاده غادي نخلي واحد نصف سنتيم على حسب الكبر ديال الغرزه ديالكم. لاحظوا مزيان، غادي نرتفع كما العاده بثلاث سلسلات ونرجع ورا هاد غرزة حشو، نخدم العمود الأول ثم العمود الثاني ثم الثالث والرابع. الفرق بين هاد الدريس هذا والدريس المتكي العادي اللي كنا لي يعني اللي مولفين نخدمو، هذا تيجي متقون كتر. لاحظوا مزيان، لاحظوا مزيان، هذا يعني تيجي متقون اكثر من الدريس المتكي اللي كنا عليه مولفين نخدمه. كما العاده غادي نخلي واحد 5 ملمتر، اي نصف سنتيم، نرتفع نخدم غرزه حشو هي الاولى، من بعد نرتفع بثلاثه سلسلات بهذا الشكل هذا،
ونرجع ورا هاد غرزة حشو نخدم 4 الأعمدة ديالي. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نلوي الحرير على الكروشيو، نخرج فهاد 4 فهاد 5 الحلقات اللي عندي بهذا الشكل، ونخدم سلسلة. صافي، نبقى مستمرة بنفس الطريقة. دابا المهم انا غادي نخدم واحد شويه، من بعد نوريكم الشكل النهائي كي تيجي. هنايا بعد ما خدمت شويه لاحظوا الدرس كي تيجي، يعني تيجي مختلف تماما عن الدرس نتكلمو فين تنخدمو، وتيجي متقون عليه. لاحظوا تنتمنى يعني الصوره تكون واضحه لكم اكثر. ان شاء الله ملي غادي تجربوا وغادي تلاحظوا الفرق بينه وبين الدرس المتكي. وما فيها بس نبدلو يعني نغيروا شويه من هاد الدريس هذا، يعني من الدريس هكا اللي تيكون هكا خفيف. قبل ما ننهي الدرس عندي لكم واحد الملاحظه، مثلا بغيتو نتوما الدرس يجي كبر من هذا، يعني ما عليكم غير ديروا 5 ديال الاعمده عوض 4. ولا بغيتو هي جار رقيق على هذا، ما عليكم غير تبرموا الحرير على 4 الشعرات وديروا غير 3 هكا ديال الاعمده فقط. تنتمنى الفيديو اليوم يكون نال اعجابكم، ونكون افدتكم واخا غير بشي حاجه قليله. يعني كما العاده وفي نهايه كل فيديو تنقول لكم ما تنساوش تدعموا القناه بوضع لايك تعليق وايضا الاشتراك، وما تنساوش ايضا تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم. كانت معكم ام سعد عبد الله.